بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 39 من الكتاب التاسع، كتاب مواقيت الصلاة، باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى، يعني مراعاة ترتيب الفرائض عند القضاء، مراعاة ترتيب الفرائض عند القضاء استحبابا عند الشافعية ووجوبا عند المالكية. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه الحديث 600، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام، يحيى هنا اللي هو ابن سعيد القطان، عن هشام اللي هو هشام ابن عروة أو هشام الدستوائي، قال حدثنا يحيى وابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر، عن جابر رضي الله عنه قال جعل عمر رضي الله عنه يوم الخندق يسب كفارهم وقال ما كدت أصلي العصر حتى غربت. الحديث ده قريناه قبل كده، ما كدت أصلي العصر يعني صليته، لأن نفي المنفي إثبات، لأن كاد منفية بغير أداة نفي. ما كدت أصلي العصر يعني صليت العصر فغربت الشمس، كأنه أدرك العصر قبل غروب الشمس. قال فنزلنا بطحان، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كده من سيدنا عمر قال والله ما صليته، كان مشغول، فراح النبي صلى الله عليه وسلم وادي بطحان وتوضأوا وصلوا العصر بعد غروب الشمس، وبعدين صلوا المغرب، يبقى راعى الترتيب. قال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب، يبقى راعى الترتيب. باب ما يكره من السمر بعد العشاء، والسمر هو الكلام فيما لا طائل بعد العشاء يؤدي إلى السهر الذي يؤدي إلى ضياع صلاة الفجر، فنهى النبي عن ذلك، أو قيام الليل لأهل قيام الليل. وعن أبي قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المكتوبة، قال كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى اللي هي الظهر يعني حين تضحد الشمس، يعني تضحد الشمس يعني يعني تميل بعد الاستواء، تميل مجرد تميل بعد الاستواء دخل وقت الظهر، اول ما الشمس تميل جهة الغرب بعد الاستواء بالضبط يبقى دخل وقت الظهر، يسموها تضحد الشمس، الشمس يعني تميل عن حد الاستواء او تزول، يسموها زالت، يسموه الزوال، حين تضحد الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني في أول وقتها، والعصر ده يدخل وقته إمتى؟ إذا كان ظل الشيء مثله زائد ظل الزوال، يبقى انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، والشمس حية يعني قبل الاصفرار، يبقى حية يعني قبل الاصفرار. ونسيت ما قال في المغرب، قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء، قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها اللي هو السمر، الحديث بعدها اللي هو السمر، وكان ينفتل من صلاة الغداء اللي هي صلاة الصبح
حين يعرف أحدنا جليسه، يعني مع الإسفار دليل الإطالة في الصلاة، يدخل في الصلاة في وقت الغلس وينتهي من الصلاة مع الإسفار دليل الإطالة في الصلاة. وكان ينفتل يعني ينصرف من صلاة الغداء صلاة الصبح حين يعرف أحدنا جليسه بسبب الإسفار، ويقرأ من 60 إلى 100، يعني في الركعة الواحدة يقرأ من 60 لـ100 آية. باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، يبقى يجوز الكلام بعد العشاء إن كان في خير كفقه أو أو إصلاح بين الناس، أو مثلا مؤانسة للزوجة أو شيء من هذا، أو مراعاة للأولاد. باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وراث علينا، الحسن البصري، انتظرنا الحسن وراث علينا يعني تباطأ علينا تأخر علينا وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامه، فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء، دليل انه كان عنده دعوة معزوم عند جيرانه بعد العشاء. دعانا جيراننا هؤلاء ثم قال قال أنس رضي الله عنه نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم، نظرنا يعني انتظرنا، نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل، يعني منتصف الليل، حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه، يبقى اتكلم اهو بعد العشاء، بس الكلام هنا ايه للعلم، يبقى يجوز الكلام العلم. ومثلا واحد عايز يذاكر يذاكر بعد العشاء ما فيش مشكلة، لكن يقعد على القهوة بعد العشاء، يروح السينما بعد العشاء، يعني ممكن يروح السينما في غير بعد العشاء. أنا في مذهبي إنه حرام، مذهبي بيقول كده، مذهب غيري يقول لك لا على حسب نوع الفيلم، لكن أنا مذهبي حرام مطلق، لأن دي دور له، يعني يروح وبعدين يكتب لك أين تذهب هذا المساء كل يوم في الجرائد نص صفحة كازينوهات ليلية ومش عارف إيه، كل ده يصل إلى حد الحرمة. ليه؟ هو مكروه، لو كان لا مباح لا حرام ولا مكروه، يعني هنسهر فيما لا طائع يبقى مكروه، لكن هنسهر في الحرام بقى حرام، نتفرج على نساء بترقص ونسمع مزيكا ويقعدوا مش عارف يعملوا ايه ويتنططوا، ورجالة تلبس لبس الستات وستات تلبس لبس الرجالة في المسارح ويقعدوا يتنططوا ويمثلوا، كل ده حرام قطعا. يبقى ايه؟ يبقى حكاية اننا نسهر بعد العشاء دي وان تذهب بعد العشاء ده غلط، لكن ممكن اذهب لمحاضرة او اذهب لايه؟ لمذاكرة علم عشان عندي امتحانات، او اذهب الى مثلا عيادتي لو طبيب، او مكتبه اذا كان مهندس ولا محاسب، او شيء، او الى تجارتي اذا كان تاجر والناس تحتاج هذه البضائع ليلا، كل ده جائز طالما عمل مباح، انما غير كده ما يضيعش وقته ويخش ينام. والوقت بقت فيه وسائل اخرى تانية، يدخل على النت يقعد لي بالساعتين ويعمل شاتنج على الفيسبوك بالساعتين والتلاتة ويعيش كده 20 سنة، وتسأله انت حافظ قرآن؟ ده يقول لك مش حافظ قرآن، ده انت لو قعدت كده 5 سنين الوقت اللي بتقعده على النت 5 سنين بس في القرآن تحفظه وتبقى شيخ المشايخ، لكن يقول ما عنديش وقت، ما عندكش وقت، شغل اجرام، اجرام لانه بيقتل نفسه، لان وقتك ده هو عمرك، فكأنك بتقتل نفسك.
بالظبط، بتقطع حته من نفسك كل شويه، بتقطع حته من نفسك، ما تعرفش تشتري ساعه ضاعت باموال الدنيا، لا تستطيع. فلازم انت تحافظ على وقتك وتعرف وقتك شكله ازاي. بعض علماء المسلمين كان من كتر حرصه على وقته كان حسب الفرق بين انه ياكل العيش ناشف ولا العيش مبلول، فلقى ان هو بيوفر حوالي 5 دقائق، ال5 دقائق دي فيها 100 تسبيحة ولا 1000 تسبيحة، فبقى ياكل العيش مبلول وحرم على نفسه اكل العيش الناشف عشان حريص على وقته. لكن احنا للاسف بنضيع اوقات كثيره فيما لا طائل، وفي الاخر تدور على الواحد عنده 50 سنه حافظ قد ايه من القران، مش حافظ حاجه، واللي حفظه كان نسيه كمان، واللي كان حافظه نسيه. ليه؟ يقول لك ما عنديش وقت، يقرا الجورنال ساعه ويقعد شاتنج ساعه ويتفرج على المسلسل ساعه، وفي الاخر يقول لك ما عنديش وقت. وقت ايه؟ ما انت اللي قاتل نفسك. شغل اجرام، بيجرم في حق نفسك. علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. يبقى بعد 100 سنة من هذه اللحظة هيموت هذا الجيل كله ويجي جيل جديد. بعض العلماء قروا الحديث ده بسرعة قال لك يبقى يوم القيامة هيقوم. كلام ما قامش اهو يا سيدي، ما عدت مئات السنين. لازم تقرأ كلام النبي بهدوء، ده بيتكلم على جيل مش بيتكلم على عمر الدنيا. الجيل بتاع النبي يعني. بس هيموت في خلال ال100 سنة دي، ما فيش واحد مولود في هذا الزمان إلا هيموتوا تدريجيا، بحيث بعد 100 سنة تدور على أي واحد كان موجود في هذه الليلة ولو طفل بيوقوق كله مات. بعد كده يجي جيل جديد. وده طبعا إخبار من علامات النبوة، لأن لا يستطيع إخبار مثل هذا الأمر إلا من الله الذي بيده الآجال. فدي علامة من علامات نبوته، الإخبار بالغيوب. أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. طبعا معروف إن في مستثنين، مش إبليس موجود على وجه الأرض بيوسوس؟ طب ليه ما ماتش؟ يبقى إلا المستثنى. يبقى كل هنا لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد، إيه يعني؟ معناه إيه؟ معناه إلا من أنذره الله كإبليس وغيره، ويقال الدجال، ويقال أيضا الخضر، فهؤلاء مستثنون. يبقى إلا ما استثناه الله. فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل الناس يعني الناس اتعجبوا، زي ما تقول إيه، اندهشوا. فبنوا قال إيه ده؟ هي الايام هتقوم بعد 100 سنه ولا اي حاجه؟ ايه ويقصد ايه؟ ادي معنى وهل الناس، زي ما تقول فاجاهم بغتهم بهذه المعلومه. فوهل الناس في مقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ما يتحدثون من هذه الاحاديث عن 100 سنه، وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض، يريد بذلك انها تخرم ذلك القرن، ذلك الجيل يعني. باب السمر مع الضيف والأهل. لو جالك ضيف وعزمه على العشاء ممكن تقعد تأكله وتتكلم معاه شوية وبتاع وينصرف. باب السمر مع الضيف والأهل. والأهل اللي هو الزوجة والأولاد، لأن الرجل بيرجع بيته عايز يعرف أخبار بيته، ممكن يقعد مع زوجته يعرف أخبار البيت ويكلم أولاده، كل ده جائز. وعنه بيقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء. أصحاب الصفة، الصفة دي كان عبارة عن مكان كده خلف بيوت النبي، حاليا بقى داخل مسجد النبي، اللي هو الدكة المرتفعة خلف المقصورة الشريفة، تلاقي في دكة مرتفعة، ده كان مكان أهل الصفة، كان خلف بيوت النبي.
وكان ايه ملحق بالمسجد، كان بيجلس فيه ويبيت فيه الفقراء من الصحابه الذين لا يجدوا مأوى لهم، ليس له بيت وليس له مال ولا زوجه، فكانوا عايشين في المدائن. كان النبي هو الذي يطعمهم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المسؤول عنهم. كان عددهم اما يقلوا يبقوا 70 اما يزيدوا يبقوا 300. أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، لأن النبي مسؤول عن إطعامهم، والنبي في اليوم ده في الليلة دي ما عندوش إيه؟ ما عندوش طعام، يعني هيقعدوا بقى ما كانوش حاجة. فالنبي قال إيه بعد صلاة العشاء؟ كل واحد من اللي بيصلوا معايا ياخد له واحد أو اثنين أو ثلاثة من أهل الصفة يعشيه ويسيبه تاني. كويس، بيقسمهم يعني على الناس. من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس. وأن أبا بكر جاء بثلاثة، سيدنا أبو بكر خد ثلاثة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، والنبي خد عشرة أكلهم. قال فهو أنا وأبي وأمي، فلا أدري. قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر. ده مين اللي بيقول ده الكلام ده؟ عبد الرحمن بن ابي بكر الراوي اللي هو ابن سيدنا ابي بكر. قال فهو انا اللي هو عبد الرحمن بن ابي بكر، وابي اللي هو ابو بكر، وام اللي هي ام رومان، فلا ادري. قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت ابي بكر، وكان عندهم خادم بيخدمه هو ويخدم بيت ابوه. وان ابا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبث حيث صليت حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا عبد الرحمن ابن ابي بكر ارسل معه سيدنا ابو بكر ايه الضيوف دول، قال له ياكلهم، وسيدنا ابو بكر ايه ما راحش معاهم، قعد اتعشى مع النبي وصلى مع النبي ورجع قعد مع النبي شويه سهر، وبعد كده رجع لقى الضيوف لسه ما اكلوش، مصممين مش هناكل الا لما يجي ابو بكر. هو سيدنا ابو بكر بعت معه ابنه، المفروض ياكلوا بقى ويمشوا، يقعدوا كده اهو، ما هو سوء تصرف منهم برضه، فهمت؟ عشان كده غضب سيدنا ابو بكر لما رجع لقاهم لسه ما كلوش. غضب ليه؟ لانهم ارهقوا نفسهم بلا طائل، وسهروا نفسهم بلا طائل. ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته وما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك؟ قال أوما عشيتيهم أوما عشيتهم أو عشيتيهم؟ قالت أبوا حتى تجيء. عرضنا عليهم أبوا رفضوا، كل من نقول لهم كلوا لما يجي أبو بكر الله حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا. قال فذهبت أنا فاختبأت. عبد الرحمن بقى شاف أبوه بقى إيه جا غضبان، والناس سهرانين وما كلوش والأكل محطوط، وهو جاي بقى تعبان عايز ينام، فلقى لسه هيضيف، ولقى ابنه ما عملش المهمة. فأول ما عبد الرحمن شاف كده وشاف أبوه غضبان اختبأ، خاف لعسان يعمل فيه حاجة يضربه ولا يعني. فذهبت انا فاختبأت، فقال يا غنصر. يا غنصر يعني ايه؟ يعني حقير، او يا مثلا يا غبي، او يا حاجه كده، يعني شتيمه وخلاص. يا غنصر فجدع وسب، يعني ايه؟ يعني غضبان عليه ان هو ايه اخر المساله دي كلها. وقال كلوا لا هنيئا، وقال للناس من اللي جايبهم، كلوا لا هنيئا، يعني انتوا كده اذيتوا نفسكم واذيتوني، وسهرتوا وسهرتوا نفسكم بلا طائل، كلوا لا هنيئا، غضبان بقى. فقال والله لا اطعمه ابدا، والله ما انا واكل معاكم كمان. كلوا لا هنيئا، والله ما انا واكل كمان معاكم. فبقى البيت كله مكهرب. مراته في ركن وابنه مستخبي والدنيا متكهربه.
فقال والله لا أطعمه أبدا. وايم الله ما كنا نأخذ. وايم الله ده بيحلف بقى عبد الرحمن ابن أبي بكر لما ابتدى يأكل بقى مع الضيوف ويراقب أبوه، فيقول وايم الله، يعني والله العظيم، يمين مغلظ كده، وايم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منه. حصلت بركة في الطعام عجيبة، يشيلوا مجموعة قاعدة بتاكل، كل ما يشيلوا يلاقوا ايه، الاكل بيزيد مش بيقل، ما بيخلص، كل ما يشيل لقمة يلاقي تحتها لقمة. الله، حصلت بركة كبيرة. ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، قال يعني حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها. سيدنا أبو بكر بقى أول ما شاف الكرامة دي هدئ وقال والله لا يأكل، أدم بركة بقى، هو كان حالف أنه مش هيأكل. فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا، إيه الحكاية دي؟ قالت لا وقرة عيني، لا وقرة عيني يعني النبي، يعني الواو دي والقسم اهو، يعني كانت بتقول له لو النبي اهو، ما قرة عيني اللي هو النبي، والواو والقسم دليل على جواز القسم بالنبي، لا إرادة القسم ولكن إرادة البركة، كعادة المصريين يقول لك النبي كله والنبي يشرب والنبي مش عارف ايه والنبي تبقى تزورني، اهي الصحابة بيعملوها، ما كانوش مشركين ولا حاجة. قالت لا وقرة عيني، لا هي الآن أكثر مما قبل ذلك بثلاث مرات. قالت ده شالت الأكل لقيته زاد أكثر ثلاث مرات عن محطته. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه اللي هو والله لا أكله أبدا، يعني بسبب الغضب، يعني لأن الغضب من الشيطان. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون، يعني ما بقتش عايزة تخلص. فهمت ازاي؟ أكل منها بقى أعداد كبيرة غفيرة، أو كما قال. يبقى بركة تكسير الطعام كانت موجودة كثيرة أيام النبي صلى الله عليه وسلم في عصره، في وجوده وفي وجود الصحابة كسيدنا أبي بكر رضي الله عنهم وأرضاه. ونقف عند هذا الحد، وغدا كتاب الأذان. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.